قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة معانا رقم 11 Determination of the sensitivity of the development. تعيين حساسية development. التجربة دي عندنا الدائرة اللي وصلنا فيها خمس حاجات. الجزء الأول مقاومة متغيرة ودي نطلق عليها Q. الجزء الثاني مقاومة تانية نطلق عليها R. الفانومتر مطلوب بأن احنا نعين حسيته. أميتر مفتاح ومحاول كهربي. وعندنا هنا في مقاومة ثابتة قيمتها 1/10. في البداية أنا بقفل الدايرة وأتأكد إن المؤشر هنا ثابت عند الصفر بتاع الفانومتر. أنا عندي في الدايرة بتاعتي دي عندي أربع مقاومات. المقاومة دي هو بطلق عليها كيو وعادة دي بثبتها في التجربة عند 100 مثلا. والمقاومة دي اللي أنا بقعد أغير فيها خلال التجربة. والمقاومة دي بتبقى 1/10 دي ثابتة خلال التجربة. والمقاومة دي الفانومتر دي ثابتة برضه. فأنا التغيير كله عندي على الجزء ده. النقطة الثانية أنا عندي المعادلات بتاعة التجربة اللي هي اشتغلت على التجربة وصلتني في الآخر إن أنا لما أحسب المقاومة هيطلع عندي في الآخر 1/D بيساوي كيو على بي إكس على إي بي إكس زائد آر زائد كيو على إي بي إكس بي. عندنا دي ده معاملة حساسية والكيو ده المقاومة اللي هي المتغيرة اللي هنا والإي ده الفولت بتاعي اللي هو كان عندي 1.5 والبي المقاومة الثابتة اللي هي 1/10 والإكس المطلوب اللي أنا عايز أجيبها من المعادلة والآر هي المقاومة دي والجي اللي هو حسيت جدا. هبدأ الجزء العملي إن أنا في الأول أتأكد إن ده هنا واقف عند صفر وأفتح المفتاح وأثبت ده عند صفر. أنا عندي الجهاز ده بيشتغل في 10 يعني أنا هنا عندي هنا في تدريج من 1 لغاية 9 لغاية 10 فأنا كل من صفر لغاية 10 فأنا لما بروح على 1 يبقى 10 لو بروح على 2 يبقى 20 3 يبقى 30 وهكذا وأحسب الكام اللي هيطلع عندي. الموضوع عكس وأشوف هنا هيطلع جيفان وكام بحيث إن أنا مثلا لو واقف على صفر يبقى هنا أكبر قيمة ليه لو واقف على 1 اللي هي تساوي 10 القيمة هتصغر شوية لو واقف على من 2 اللي هي 20 القيمة هتصغر أكتر وهكذا. وأعمل جدول المقاير بين الآر والدي اللي هو المعامل الحسية هنا بعد كده أجيب المقلوب الدي لو 1/D وأرسم الرسمة بتاعتي بآر على الأفقي وواحد على دي على الرأس هيطلع لي في المعادلة جزء مقطوع وميل جزء مقطوع وميل. هجيب حصيت الجلفانوميت بان انا اقسم الميل على الجزء المقطوع جزء الميل اللي هو معامل اكس في المعادلة بتاعتي والجزء المقطوع هو اللي بعد الشرط الزائد في المعادلة هديني جي. وبعد كده عندي السلوب بيساوي كيو على اي بي في اكس. اجيب مطلوب مني ان انا اجيب قيمه الاكس منها اللي هي قيمه الاكس ومنها اجيب واحد قيمه 1 على اكس اللي هي 1 على اكس كده عايز حاجه على اكس لا ممكن اشرحها. وبعد كده اجيب منها 1 على اكس وده المطلوب اثبات اجابه التجربه. الحمد لله رب العالمين.